بكم في الجلسة الأولى لليوم الثاني على التوالي بعد المؤتمر الصحفي اللي أقيم في المتحف المصري الكبير لإعلان تدشين مركز تكوين واللي بيضم إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، فراس السواح ويوسف زيدان. شفنا حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وده بسبب الآراء المثيرة للجدل لأعضاء المركز. وكتب علاء مبارك ابن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من خلال حسابه على تويتر تويتة اتكلم فيها عن مركز تكوين وانتقد أعضاؤه، فكتب: مركز تكوين الفكر العربي، لماذا الحديث والكلام الكثير والهجوم على هذا الكيان؟ المركز أعلن إن من أهدافه نشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية، وده كلام جميل جداً ومحترم، بس المشكلة إن هذا المركز بيضم في الحقيقة بعض الأشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون أساساً في السنة النبوية والعقيدة، ومنهم من يسيء للصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من شكك في رحلة الإسراء والمعراج منكراً وجود المعراج. وهنا تأتي المشكلة، لأنه ليس كل من هب ودب أو قرأ بعض الكتب والمراجع عن الدين والسنة أن يأتي ليتحدث ويفتي ويلقي بأفكاره حتى يشكك الناس في معتقداتهم ودينهم. فأفضل من يقوم بهذا هو الأزهر الشريف وعلماؤه، ودور الأزهر الشريف هو إعادة النظر في المناهج وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشبهات المثارة حول الاعتقاد ومواجهة التطرف الفكري وبيان المعالم الحقيقية للدين الإسلامي. نسيبنا بقى من ده كله ونسأل السؤال المهم والأهم، إزازة البيرة الاستيلا المشبرة دي اللي في الصورة بتاعت مين يا عفاريت؟